وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. هذه ماذا أبقت؟ هذه ماذا أبقت للعبد من سؤال الخير والتعوذ من الشر؟ ما أبقت شيء. من جوامع الدعاء وأعظمه في باب سؤال الله عز وجل الخير والتعوذ بالله من الشر. أسألك من خير ما تعلم، والله سبحانه وتعالى أحاط علما بالخير كله، والخير بيده والفضل بيده سبحانه وتعالى. أسألك من خير ما تعلم، هذه أغنت عن تفصيل واسع، ومهما أطال المرء في التفصيل سيبقى قاصرا. أغنت عن هذا كله. أسألك من خير ما تعلم، والله سبحانه وتعالى أحاط علمه بالخير كله، بل الخير كله في يده جل في علاه، الخير كله في يده جل في علاه. وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، والله سبحانه وتعالى أحاط علما بكل شيء، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فهذا فيه تعوذ والتجاء واعتصام بالله سبحانه وتعالى أن يعيده من الشرور كلها، ما علم العبد منها وما لم يعلم، ما علم العبد منها وما لم يعلم. فإذا هذه أيضا بحد ذاتها جمعت للعبد الخير كله في باب سؤال الخير وباب التعوذ من الشرور.